جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع في سنجار وفي مناطق عديدة أخرى ليست كافية ولم تكن بمستوى القناعة. وأنا من المسؤول عن تدهور هذه الاتحادية. الأوضاع؟ إحنا ما يصير بس نحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية. نعم. ما هنالك قوة ماسكة، هنالك نفوذ للحزب الديمقراطي ولغيره من الفصائل أيضا. قائد العام القوات المسلحة منه؟ رئيس الوزراء. رئيس الوزراء المشرف على السياسة العراقية الخارجية والداخلية منه؟ سيد رئيس الوزراء الحكومة. صار أكو مباحثات. نعم. أكو اجتماعات. جميع القرار السياسي بيد من؟ القرار السياسي بيد من؟ بيد الحكومة العراقية. بيد الحكومة العراقية. إذن والاتفاقية التي أشرت إليه اتفاقية سياسية أبرمت، اتفاقية عامة، ما يفترض أن يكون هنالك تعاون من قبل جميع الأطراف. ملتزمون أين هي؟ نحن ملتزمون وحاضرون، ونحن الذين وضعنا هذا البند في الوثيقة السياسية، تطبيق اتفاق السنجار. لماذا لم تطبق؟ من الذي لا يلتزم بتطبيق هذا البند؟ هل هناك أنا شخصيا قلت للسيد رئيس الوزراء لماذا هذا التلكف في تطبيق اتفاقية السنجار؟ القرار السياسي بيدك سيد رئيس، القرار المالي أيضا، تخصيص الأموال أيضا بيدك. هناك ما شاء الله لله الحمد هناك لدينا الكثير من الأموال، الواردات العراق ليوم واحد تكفي لحل المسائل المالية المتعلقة بالنازحين، حتى في قد يجوز في الدول المجاورة أيضا. إذن لماذا هذا؟ أليسوا أبناء العراق؟ ألا يستحقون لأكثر من تسعة سنوات يعيشون في المخيمات؟ لماذا هذا هل يبقوا ليه للأبد؟ والله أنا في حسب اعتقادي وظني كنت أقول الآن في هذه الحكومة سوف تكون أول قراراتها عودة النازحين إلى مناطقهم بأي شكل من الأشكال، وإقناعهم في الرجوع إلى مناطقهم. نحن على مشارف في كافة مناطق، بالنسبة ليست في سنجار فقط. نعم. في كافة مناطق العراق في الموصل وفي نحن على مشارف نهاية عام 2023. نعم. وإلى حد الآن هنالك. نعم. نازحين. قبل يومين أعلنت وزيرة الهجرة الست إيفان بعودة 487 نازح إلى سنجار. على عيني وعلى رأسي 400 و500 ماذا يشكلون من 300 ألف أو من 60 ألف عائلة؟ هل هذا العدد؟ أكيد عودة نازح واحد يعني يبدي إلى الفرح والبهجة. وأنا أشد على أيدي أي إن كان يقوم بعودة نازحين، والله نحن متضررون. يعني عندما يعود نازح واحد إلى من منطقته من المخيمات إلى مناطقه، والله نشعر بفرح وبسرور. ولكن لحد الآن هذه الجهود غير كافية، نحتاج الأمر يحتاج إلى أموال، إلى تعويض هؤلاء النازحين، إلى تطبيع الأوضاع، إلى إقناعهم، إلى توفير مقومات الأمان والاستقرار، إلى عدم إلى إقناعهم بأنهم سوف لن يجابوا أخطار قادمة، إلى أن يكون هناك استغلالهم سياسيا. هناك بعض الجهات التي تستغل هذه، إذا عندما يأتون إلى سنجار سوف يكون هناك الخوف من التخوف من بعض الأجندات. يعني أيضا هذا الشيء موجود.